في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وحفاظ على الموريد الثقافي، تمكن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس بالتنسيق مع فرقة حماية الممتلكات الثقافية بتيبازا من الإطاحة بأربعة أشخاص يقومون بالمتاجرة بالآثار والممتلكات الأثرية وكذا القطع المعدنية الثمينة. تعود حيثية القضية إلى ورود معلومات مفادها قيام أشخاص بالمتاجرة بهذه الآثار ونشاطهم يمتد ما بين ولاية الجزائر وتيبازا. تم تنشيط عنصر الاستعلام والمتابعة الدقيقة لنشاط هذه الشبكة ليتم الإطاحة بهم مع حجز 1370 قطعة نقدية تعود إلى القرنين 17 و18 ميلادي، ثلاث قطع من مادة صلبة بيضاء اللون، مادة العاج، جهاز منظار نهاري، قطعة نقدية صفراء اللون، قطعة سوداء اللون، هواتف نقالة، مركبتين. بعد إجراء الخبرة العلمية على القطع المحجوزة بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعن الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي، تبين أنها قطع أثرية وأصلية. فعلا يعود تاريخ صناعتها إلى القرنين 17 و18 ميلادي. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة من أجل جنحتي بيع وإخفاء أشياء متآتية من عمليات الحفر أو التنقيب مكتشفة بالصدفة.